أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس من هذا الباب يتضمن سؤالا سأله فتح ابن عبد الله كتابة إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام سأله عن مسائل التوحيد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في جوابه كانه ضمن الخطبه الماضيه من خطب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في مسائل التوحيد وقد شرحنا تلك الخطبه في الحلقات الماضيه ثم اضاف الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام هذه الفقرات فقال اول الديانه به معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده نفي الصفات عنه بشهاده كل صفه انها غير الموصوف وشهاده الموصوف انه غير الصفه وشهادتهما جميعا بالتثنيه الممتنع منه الازل او الممتنع منه الازل الإنسان إذا أراد أن يكون متدينا يعني يدين بدين الله سبحانه وتعالى الذي هو ملة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام والذي دعا إليها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول خطوة هي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن سائر الدين يبتني على هذه المعرفة، إذا الإنسان لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، فمن الطبيعي أن ما يتفرع على وجود الله من إرسال الرسل ومن ان خاتم الرسالات هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم والاعتقاد بالولايه والمعاد ثم الاحكام الشرعيه من واجبات ومحرمات هذه كلها تنتفي عنده لان لا يعتقد بالاساس لا يعتقد بالاصل وهو وجود الله سبحانه وتعالى فإذا في المرحلة الأولى الاعتقاد بوجود الله، وطبعا كثير من أصحاب الملل والنحل الفاسدة يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، أكثر البشر كانوا ولا زالوا يعتقدون بأن هناك ربا خالقا، والملاحدة الدهريون هؤلاء حتى في هذا العصر قليلون جدا، لأن الاعتقاد بوجود الله في فطرة كل انسان. فإذا الانسان اعتقد بوجود الله، من الضروري أن تكون معرفته بوجود الله معرفة صحيحة. والا البعض يعتقد بوجود الله لكن معرفه ناقصه لا يعتقد بكمال قدره الله لا يعتقد بتوحيده ولا يعتقد بصفاته الذاتيه فهذا ايضا ينحرف هناك اناس يعتقدون بالله سبحانه وتعالى لكن لا يعتقدون بالرسالات هذا نوع متطور من الملاحده يعني يعتقدوا بالله لكن لا يعتقدون بالرسل هذا معرفة بالله معرفة ناقصة لأن الذي يعرف الرب سبحانه وتعالى معرفة صحيحة يعتقد بأن هذا الرب لم يخلق العالم عبثا وأن هذا الرب هو رحيم هو لطيف بعباده بار بهم فإرسال الرسل يكون من الضروريات فلذلك عقيده هذا الشخص الذي لا يعتقد بالرسل عقيدته في الله فيها اشكال هناك بعض من الناس يعتقدون بارسال الرسل لكن يفرقون بين الرسل يعتقد بموسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام لكن لا يعتقد بعيسى ولا يعتقد برسول الله محمد صلى الله عليه واله كاليهود او يعتقد بموسى وعيسى عليهما الصلاه والسلام لكنه لا يعتقد بمحمد صلى الله عليه واله فرق بين الرسل هذا ايضا معرفته بالله سبحانه وتعالى فيها اشكال او لا يعتقد بالمعاد هذا معرفته في الله فيها اشكال وبالجمله المنحرفون عن الصراط المستقيم سبب انحرافهم الاساسي يرجع الى عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا اكثر من مره في مواطن مختلفه ان الانسان المنحرف المنحرف عقديا سواء انحراف في الرساله او انحراف في الإمامة أو الانحراف في المعاد أو الانحراف في بعض التفاصيل الضرورية كالعصمة مثلا مشكلة هؤلاء في توحيدهم لذا في الدعاء الذي مر سابقا في كتاب الكافي الشريف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك يعني معرفة الرسول متوقفة على معرفة الله إذا واحد ما عرف الرب معرفة صحيحة ينحرف في الرسالة ينحرف عن معرفة الرسول تتمت الدعاء اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك إذا ليست هناك معرفة صحيحة بالرسالة لا تكون هناك معرفة صحيحة بالإمامة اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني في فروع الدين في الصلاه في الصيام في الحج كذا الانسان يضل وكذلك في كثير من مسائل اصول الدين فكل ذلك رجع الى المعرفه بالله سبحانه وتعالى فاذا معرفه الله تتلخص في هذه العباره الموجزه العلم بوجود الله سبحانه وتعالى. والعلم بأن الله سبحانه وتعالى يتحلى بالكمال. وأنه منزه عن النقص. الإنسان يعلم وبعد العلم يعقد قلبه على هذه على ما علمه ويقر به لسانا. أن بعض الأحيان الإنسان يعلم بشيء لكن لا يعقد قلبه عليه فرعون كان يعلم بأن موسى مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى وكذلك كثير من آل فرعون كانوا يعلمون بذلك كما صرحت به الآية الشريفة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مجرد العلم لا يكفيه وانما يحتاج الى عقد القلب يعني الاذعان يعني القبول قلبا ثم اظهار ذلك لسانا لانه اذا لم يتشهد الشهادتين لم يدخل في الاسلام حتى اذا في قلبه عالم بوجود الله سبحانه وتعالى وحتى اذا عقد قلبه على ذلك يحتاج الى ابراز باللسان إذا لم يبرز باللسان فيبقى في كفره وهذه مسألة حول الإيمان والظلال والكفر والنفاق الكلين رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني من أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر في بدايته يفصل في ذلك لكن بشكل مختصر الإنسان إذا علم قلبا وعقد قلبه لكن لم يظهره بلسانه لا يكفي الإظهار باللسان شرط للدخول في الإيمان كثير من المنافقين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء ما كانوا يعتقدون بنبوة الرسول زين منافق بعض منهم كان يعلم بأنه رسول وكان يبرز بلسانه لكن لم يعقد قلبه يعني ما كان مذعن لذلك لا يريد ان يقبله فهذا منافق مع انه يعلم ويظهر باللسان لكن لم يعقد قلبه مو من بناء الاذعان به لذا معرفه الرب الذي في هذا الحديث الامام الكاظم يقول اول الديانه به معرفته ما هي معرفه الرب العلم بوجوده وانه متصف بصفات الكمال وانه منزه من صفات النقص وبعد ذلك الانسان يقر به لسانا وكمال معرفته توحيده المعرفه في اللغه هي بمعنى العلم لكن مع فرق انت قد تشعر بشيء بالحواس الخمس ترى الشمس تقول علمت بطلوع الشمس لا تقول عرفت طلوع الشمس لكن قد تعلم بالشيء عبر اوصافه يعني يصفوا لك انسان يقولون لك ان فلان مثلا اللي انت ما شايفه لحد الان ان فلان اوصافه كذا وكذا 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 تخلي هذه الاوصاف في بالك ثم تراه عندما تراه تطبق الاوصاف التي هي في ذهنك على هذا الشخص تقول عرفته الاوصاف التي كنت اعلم بها طبقتها على هذا الشخص وقد لا تراح تقول اعرف فلانا عبر اوصافه الرب سبحانه وتعالى لا يمكن ان نشعر به بحواسنا لانه اسمى واجل من ان يحسب الحواس الخمس وانما نعلم به بعقولنا لا بحواسنا وهذه معرفه عبر الاوصاف فاذا كانت الاوصاف خاطئه تكون المعرفه خاطئه يعني في الحقيقه انت لا تعرفه، واذا كانت الاوصاف صحيحه تكون المعرفه صحيحه يعني في الحقيقه انت تعرفه، فالذي لا يوحد الرب سبحانه وتعالى يجعل له شركاء هذه هذا الشخص معرفته ناقصه يعلم بوجود الله يعلم مثلا بعلم الله بحياته بقدرته لكن جهل بتوحيده او انكر توحيده فهذا معرفته ناقصه لذا الامام يقول: وكمال معرفته يعني اذا اردت ان تكون المعرفه كامله توحيده ينبغي ان بل يجب ان توحده لانه لو لم توحده عدم التوحيد جهل والجهل هو يقابل المعرفة، ليست معرفة وإنما جهلا كان. ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول: وكمال توحيده نفي الصفات عنه. كمال توحيد الرب سبحانه وتعالى أن تنفي الولد. أن تنفي الشريك عنه. وجعلوا لله شركاء الجن. وخلقهم هؤلاء مخلوقات لله ليسوا شركاء لله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم كانوا يقولون اللات العزى ومنات الثالثة الأخرى هي بنات لله سبحانه وتعالى عما يقولون يقولون عيسى ابن الله عزير ابن الله وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ يعني الشُرَكَاء البنين البنات كانوا يصفون الله بهذا الوصف بأن له شُرَكَاء بأن له بنين بأن له بنات لكن سبحانه وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ الله منزه عن هذا الوصف الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهو اعلى من ان يكون له ولد او شريك. مثلا في آيه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يصفون يعني شنو؟ يعني آلهة شركاء. لله سبحانه وتعالى والوصف كما ذكرنا فيما مضى في القران هذه الكلمه استعملت في موارد متعدده بمعنى الولد او الشريك او البنت او الالهه الاخرى والله سبحانه وتعالى يتعالى عن وصفهم منزه عن هذا الوصف فاذا الشخص الذي ينسب الى الله الولد هذا ليس موحدا وان زعم انه موحد يعني الان بعض النصارى يقولون نحن موحدون نقول لهم كيف انتم موحدون وتعتقدون بالاقانيم الثلاثه الاب والابن والروح القدس ماذا يقولون؟ يقولون هو واحد في الوقت الذي هو ثلاثة، وهو ثلاثة في الوقت الذي هو واحد. يعني يقال له هذا العقل لا يقبله لا يقبله أن يكون الشيء الواحد ثلاثة، والثلاثة واحد. تارة يقولون إن هذا فوق العقل. الجواب هذا ليس فوق العقل، هذا ضد العقل. يعني تارة العقل يقول أنا أجهل شيئا. لا بأس. الآن كثير من الأحيان انت تعال اسال واحد لا يعرف الفيزياء عن مسائل الفيزياء يقول عقلي يقول اني لا اعلم لان العقل لا يحكم بشيء الا بعد ان يعلم العلم هو عون للعقل نقول زين انت لا تدرك بعقلك هذا معناه انه باطل يقول لا انا لا ادرك عقلي لا يدرك لعدم علمي لكن بعض الامور العقل يدرك بطلانها فلا يصح ان تقول انها فوق العقل. الواحد في نفس الوقت اللي هو واحد يكون ثلاثة، هذا العقل يدرك بطلانه. زين بعضهم في بعض النقاشات معهم يجي يشبه يقول مثل هذه الأصبع، هذه أصبع واحدة أو ثلاثة أصبع واحدة لكنها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، أنملة وجزء ثاني وجزء ثالث مثلا. هذا واحد وهو ثلاثة، وهذه مغالطة، لماذا؟ لأن هذه تركيب شيء مركب من ثلاثة أجزاء هذا وحدته وحدة اعتبارية، هو ثلاث أشياء لكن بحيث أنها انضم بعضها إلى بعض آخر سميناها باسم واحد نسميه إصبع، هو ثلاث أشياء مثلا لكن باعتبار اتصال هذه الأشياء نسميه مثلا إصبعا باسم واحد. هذا ليست وحدة حقيقية فهل يعني تتصورون أن مثلا عيسى جزء والله والعياذ بالله جزء آخر وروح القدس جزء ثالث كالإصبع الواحدة هذه أجزاء ثلاثة متصلة مثلا هل هذا تقصدون أو يقصدون من كلامهم مثلا وهذا مستحيل أيضا طبعا سألت أنا أحد الإخوة اللي كان عايش في بلاد الغرب وكان عنده مناظرات ومباحثات مع بعض القساوسه من النصارى قلت ماذا يقصدون بكلامهم؟ قال في الحقيقه هم ايضا لا يدرون ماذا يقولون وماذا يعتقدون يعني يرددون كلمات لكن لا يدركون معناها هم هم محتارين، هم هم دايخين حسب تعبيرنا. الامام عليه الصلاه والسلام هنا يبين ان الولد والشريك لا يمكن لك ان تقول انه هو مع الله وهو الله، اثنان في الوقت الذي هما واحد، ثلاثة في الوقت الذي هما واحد، لا يمكن هذا كلام متناقض، لماذا؟ لشهادة او بشهادة كل صفة انها غير الموصوف. الولد غير الاب، الشريك غير ذلك الشريك الاخر. وشهادة الموصوف انه غير الصفة. الصفة غير الموصوف الولد غير الأب الشريك الأول غير الشريك الثاني فإذا صار متعدد لا يمكن أن يكون الرب لماذا؟ لأنه القديم هو واحد لا أكثر من واحد ولذلك الإمام يقول لشهادة بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة وشهادتهما جميعا بالتثنيه، يعني اثنين عندما ترى الاب والابن الشريك والشريك الاخر يشهدان بانهما اثنان لا واحد، الممتنع في الازل في الازل يمتنع ان يكون القديم اثنان، القديم واحد وقد ذكرنا فيما مضى ادله التوحيد وانه يمتنع ان يكون الرب اثنان، القديم اثنان إذا كان اثنان أحدهما الخالق والآخر حادث مخلوق. طبعا هذه العبارة أيضا وردت في نهج البلاغة أو ما يقاربها. هناك شراح نهج البلاغة يفسرونها بطريقة أخرى. وتفسيرهم أيضا صحيح، وإن كان تفسيرنا الذي بيناه الآن هو أقرب لمضامين الآيات الشريفة. يقولون أن الصفة التي هي صفة للرب صفات الذات مثلا العلم القدرة الحياة هذه الصفات شن نسبتها مع الله سبحانه وتعالى العدلية تبعا لما تعلموه من الأئمة عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون ان صفات الذات هي عين ذات الله ليس ذات الله شيء وعلمه شيء اخر ليس ذات الله شيء وقدرته شيء اخر وانما علمه وقدرته عين ذاته بلا اثنينيه بينهما فما تركب هو شيء واحد هو هذا الشيء اللي هو واحد هو الله هو العلم هو القدره هو الحياه و سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا ما نعتقد به وقد ذكرناه مرارا في الاحاديث الماضيه وبينه الائمه. هناك بعض منتحلي الاسلام يقولون لا صفات الرب زائده على الذات. يعني مثل علمنا احنا علمنا غير ذاتنا لذلك احنا عندما ولدنا ولدنا لا نعلم شيئا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم بعد ذلك اضيف العلم الينا ويمكن الانسان ينسى فيسلب العلم منه فصفاتنا زائده على ذاتنا زين معنى هذا الكلام شنو هو؟ يعني اذا تقول علم الرب والعياذ بالله زائد على ذاته يخالف ويختلف عن ذاته هنا يجي الاشكال هل في الأزل كان يعلم أو لا يعلم؟ إذا تقول كان يعلم استلزم الاثنينية يعني هناك شيئان في الأزل شيء هو الله وشيء آخر هو العلم وشيء ثالث هو القدرة وشيء رابع هو الحياة مثلاً وهذا يستلزم أن في مرحلة الذات تكون هناك افتقار يعني الذات ليست فيها العلم العلم زائد عليها الذات ليس فيها قدره تكون القدره زائده عليها الذات ليست فيها حياه الحياه زائده عليها وهذا محذور يسبب ان تقول بان ذات الرب سبحانه وتعالى هو النقص وهذا كلام محال ونعوذ بالله من هذا الكلام فاذا قلت ان في الازل هذه الصفات موجودة يستلزم محذور آخر وهو تعدد القدماء يعني هناك شيء هي الذات وهناك شيء آخر هو العلم وهناك شيء ثالث هو القدرة وهكذا وهل مجرى وهذا محال تعدد القدماء أما إذا قلنا العلم هو نفس الذات لا إثنينية بينهما لا زيادة ليس هناك ذات أضيف إليها العلم بل الذات هي العلم الذات هي القدره الذات هي الحياه فلا اشكال في ذلك لا يمكن ان تقول ان في مرحله الذات هناك جهل وعدم حياه وعدم قدره لان العلم والحياه والقدره وسائر صفات الذات هي الذات لا انها خارجه عن الذات زائده ولا يستلزم تعدد القدماء لأن تقول في الأزل هناك شيء واحد بسيط من كل الجهات زين الأشاعرة حسب ما ينسب إليهم هؤلاء احتاروا من جهة ما كانوا يعرفون هذه المعرفة بأن الصفة الذاتية هي عين الذات من جهة أخرى الزيادة على الذات هذه سبب للمشاكل والإشكالات التي ذكرناها فابتدعوا شيئا خلاف العقل قالوا لا هي عينه ولا هي غيره صفات الرب، لا هي ذات الرب ولا هي غيره، زين هذا محال يعني لا هو عينه لا هو غيره ما يصير. يعني العقل يدرك اما هو عينه واما هو غيره، لا شق ثالث لانه نقيضان والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذه الصفة عينة لو مو عينة ما يصير تقول هم ليست بعينه وهم ليست بغيره وهذا نتيجة الإبتعاد عن تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا إذا فسرنا بالتفسير الذي يعني هذه الفقرة فسرناها بالتفسير الذي ذكرها شراح نهج البلاغة بأنه المراد من هذه الفقرة وكمال توحيده نفي الصفات عنه يعني نفي الصفات الزائده على الذات وانما صفاته الذاتيه هي عين ذاته لانه لو قلت بان هذه الصفات غير ذاته لما وحدت لانك اعتقدت باثنين بثلاثه باربعه ذات وصفات متعدد صار وهذا يخالف التوحيد الصرف الحقيقي ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يكمل كلامه فيقول فمن وصف الله فقد حده سواء الوصف المعنى الأول يعني إذا قلت له زوجة له شريك له ولد له بنت هذا معناه أنك جعلت له حدودا لأنه هو مو متداخل مع الزوجة أو مع الشريك ومع الابن أو مع البنت منفصل عنها فمعنى ذلك أن وجوده صار له حد ينتهي عند حد لكي يبدأ الابن من ذلك الحد لكي تبدأ البنت، يبدأ الشريك والتحديد في الرب سبحانه وتعالى محال لأن الله سبحانه وتعالى لا حدود له في أي جهة من جهاته؟ لا في وجوده لا في قدرته، لا في علمه، لا في سائر صفاته الذاتية لأن الصفات الذاتية هي عين ذاته فمن وصف الله فقد حده ومن حده فقد عده واحد اثنان الوحده العدديه وقد ذكرنا فيما مضى في الحديث الماضي ان الوحده في الله هي الوحده الحقيقيه يعني الله سبحانه وتعالى لا جزء له لا شريك له لا مثل له حتى تعده تقول واحد اثنان الوحده العدديه واحد اثنان ثلاثه هذه في الاشياء المتشابهه الوحده الحقيقيه في الشيء الذي لا جزء له ولا شبيه له لكن اذا واحد اعتقد بان الله سبحانه وتعالى له زوجه وله ولد وله بنت وله شريك فقد جعل له حدودا واذا جعل له حدودا جعل له شبيها لان الابن يشبه الاب الشريك يشبه الشريك ومن حده فقد عده ومن عدّه فقد أبطل أزله لأنه أنت عندما تعد معنى ذلك أنه له شبيه يعني جسم والأجسام لا يمكن أن تكون أزلية كما مر مرة تفصيل ذلك لأنه الأشياء الأجسام بعضها يشبه البعض الشيء إذا صار محدود معنى ذلك أنه ليس بقديم لأن القديم هو الذي لا بداية له لا خالق له فهذا القديم قدمه بمعنى انه لا حدود له، لانه اذا صار الى حدود معنى ذلك ان يكون جسم كما مر مفصلا، واذا كان جسم الجسم لا يمكن ان يكون ازليا. ومن عده فقد ابطل ازله، وللحديث تتمه نتركها الى حلقه قادمه ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين <applause>